طيب على الجانب الاخر برضو خلينا ناخد رايك سريعا في موضوع او هذه المباراه التاريخيه. في البدايه طبعا هارد لك لجمهور النادي الاهلي، يعني الواحد كده لما بعد الماتش زعل شويه، بعدين تيجي تفكر بعد شويه كده تلاقي نفسك بتلعب بطل اوروبا، انت في الاربعه الاولانيين على العالم، يعني انت في نص النهائي من المونديال، انت في اول اربعه على العالم، بطل اوروبا ده كمان مش اي بطل، مش واخد البطوله مثلا بضربات ركنيه ولا أيوه. ده كسب 11 مباراه من 11، ده كسب برشلونه 8، كسب توتنهام 7، كسب تشيلسي 4، كسب السنه دي اتلتيكو مدريد 4، مسجل 43 هدف في 11 ماتش في البطوله، 43 هدف في 11 ماتش، ليفاندوفسكي ده لوحده جايب 15 هدف في 11 مباراه دوري ابطال في دوري ابطال اوروبا السنه اللي فاتت. عندهم 6 خدوا كاس عالم، مولر ونوير وبواتنج مع المانيا 2014، توليسو وكومان وبافار مع فرنسا 2018، فرقه شرسه، فرقه يعني قويه جدا، يعني ان انت اصلا كون ان انت طموحنا وحلمنا النادي الاهلي دايما عودنا على المكسب بس. بالظبط. هي دي الفكره، ان احنا كلنا اتعودنا على المكسب بس، فانت وصلت احنا وصلت بينا الدرجه ان احنا خلاص عايزين نبقى الاول على العالم، ده الطموح بتاعنا وده حقنا ان احنا نطمح وحقنا ان احنا نحلم، ده حقنا ان احنا نكسب ونطمح، خلاص ما لازم نبني على كده، ما نهدمش، بمعنى ايه؟ انت وصلت دلوقتي للطب في الكوره، ان انت بتلعب بايرن ميونخ وانت على فكره الطريقه الدفاعيه اللي تلعب بيها دي او ان انت بتدافع، في فرق لعبت طريقه دفاعيه وخسرت، اتلتيكو مدريد لعب قدام بايرن ميونخ بطريقه دفاعيه وخسر 4، فرق بالهبل، فرق العالم كلها بتلعب قدام بايرن ميونخ وبتخسر بنتائج تقيله، فدي حاجه برضو انت ومع ذلك ومع ذلك الجمهور متضايق برضو ان النادي الاهلي ما كسبش، وده والواحد متضايق برضو ان انت كلنا واقفين وكلنا مسانده، ولكن طبعا عظمه الجمهور بقى بتبان في اليومين النهارده وبكره. بس حقيقه الجمهور مش معنى كده ان احنا نهدم، بمعنى ايه؟ بالزبط. انت لازم تبني على ده، انت اول مره الجيل ده يقابل فرقه قويه او يكتسب الشخصيه دي، ان انت بتقابل فرقه يا اخي قابلوا فرقه قبل كده قويه يا اخي، لا تقولش كده فرقه يعني قوية. فرقه اللي هي عالميه، فرقه بالحجم ده، فانت بتكتسب خبرات، تكتسب خبرات الفرقه العالميه دي حاجه مهمه جدا، لكن بصراحه في ناس كانت مستنيانا نخسر 6، بس مش احنا بس اللي بنخسر، يعني مش احنا اللي هنخسر 6، ناس تانية اللي بتخسر 6، فهم لما خسرناش 6 زعلوا، بس هو ده ملخص الموضوع، في ناس كانت مستنيانا نخسر 6 بس مش احنا اللي بنخسر 6.